أهلا بكم. حسم رجل الأعمال محمد أبو ضرار وجهته التي سيترشح بلونها خلال الانتخابات المقبلة 8 شتنبر 2021، حيث أكدت مصادر مقربة بأنه التحق بحزب الاتحاد الاشتراكي. وجاء التحاق أبو ضرار بحزب الوردة بعد أن غادر حزب الحركة الشعبية والتي التحق بها بعد تجميد مهامه بحزب الأصالة والمعاصرة في إطار الترحال السياسي. وكان أبو ضرار قد التحق بحزب السنبلة قبل أيام قليلة، غير أن خلافات مع قيادي آخر بجبهة قلميم ودنون حول قيادة الحزب جهويا، وخاصة فيما يتعلق بوكالة اللوائح الانتخابية، عجلت بتوجه أبو ضرار نحو البحث عن آفاق أخرى للقيادة داخل أحزاب أخرى بالجهة، حيث انتهى به الأمر إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وكان أبو ضرار قبل أن يحسم وجهته قد شرع في التفاوض مع أحزاب أخرى ضمنها حزب الاتحاد الاشتراكي الذي التحق به، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب الاستقلال. وتأتي هذه التحولات بعد أن غادر عبد الوهاب بلفقي سفينة الاتحاد الاشتراكي ليقود حزب البان بجهة قلميم، وتشهد كذلك هذه الجهة تغيرات متسارعة في الاصطفافات الحزبية وانتقال أسماء معروفة بين الأحزاب السياسية بالجهة، والتي يميزها الولاء للأشخاص وليس الولاء للانتماءات الحزبية. ومن المرتقب أن تعرف الجهة كذلك تحولات أخرى في هذه الاصطفافات قبل نهاية أجل إيداع الترشيحات الخاصة بالاستحقاقات التشريعية. دائما مع الترحال السياسي في الكثير من الأحزاب السياسية في المغرب. المشاهد تيفي.